صخير عليكم، مساء النور، اهلا ومرحبا، على السلامه. ان شاء الله تكونوا لاباس الجزائريين، ان شاء الله تكونوا في صحه جيده، ان شاء الله يكون الوباء هذا خفف شويه على البشريه هذه الايام. ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يرفع علينا، يا ربي يا ربي. شفت دي واحد الاون فما شفتها في النشره في لا تلفزيون، شفت مرة هكذا على واحد جوزوا واحد فيديو تاع واحد ماروكان، هذوك تاع اللي تابعين للوبي اللي في اللوبي الصهيوني، لي ماروكان اللي تابعين للوبي الصهيوني في امريكا. هو سي سينياست ولا منتج ولا ما على باليش اكزاكتومون، المهم في ميدان الافلام ومخرج جو كوا تاع ماروكا، على بالك دار فيلم كيما يقولوا ان غران فيلم. انا كي نقول ان غران فيلم ماشي بعظمة الفيلم، بالوقت يعني تالمون فيلم طويل هكذا، دارو هو خصيصا باه تشوفوا خصيصا على الجزائر كيفاه يضربوا فينا يا الجزائريين اللي تقيلوا في لوروب في البلا بلا 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 وتضربوا في بلادكم. شوفوا الاخرين واش قاعدين يديروا لكم، فيقوا وفطنوا فافطنوا لي زالجيريان، شوفوا واش قاعدين مخططين لكم بوندون دي زاني، ماشي كي غير سنوات سنوات هما مخططين لكم يا اللي ماكمش فايقين، مده تاع بالكش قرن هما يخططوا لكم هادو. يعني تشوفوا مدى الحقد يعني فريمون حقد والضغينه اللي عندهم هاد العياشه، جو دي انا نسميهم العياشه ونسميهم لي مالونات. نحكيو على لي مالونات هادو، لي مالونات هادو صارت لهم عقده نفسيه، كاينين اللي زادوا بها وكاينين اللي ترباو عليها ترعرعوا عليها على الجزائر. فريمون مرضوا مرض. تصوروا كيما هذا انسان انا نعتبره مثقف، بصح الي اونتوغي بالصهاينه لي ماروكا هذوك اللي تابعين اللوبي الصهيوني، انتجوا فيلم يحكي على الجزائر، يحبوا يشوهوا الصوره تاع الجزائر حتى في كيما قالوها اترافيغ الكره الارضيه. تصوروا توما يعني مدى الحقد تاعهم، صوروا الجزائر بلي كونكوا بلد تاع ارهاب وبلد هكذا وبلد هكذا. حتى من ظهور كيما قالوها شتو البشريه في الارض، الاكتشافات اللي لقاوها في الجزائر تاع الاكتشاف تاع البشر الاول الانسان الاول في الجزائر، هما داروها في المروك. ايماجيني كيفاه يسرقوا لي مالونات، كيقولوا لهم لي مالونات، يا دي جون الناس اللي يعرفوهم من قبل عارفينهم سي دي مالونات، سي دي مالونات، يسرقوا كل شيء، يسرقوا كل شيء، ينسبوه لروحهم، شعب بدون تاريخ، تاريخ مزيف، تاريخ مكذوب. دونك لي مالونات لي فولور، شوفوا واش قاعدين يديروا. الفيلم اللي داروا هذا لو ماروك هذا لي الصهيوني شوه تسمى الصوره تاع الجزائر فريمون، متلنا غير للارهاب، شغل دوله تاع ارهاب وتحتضر الارهاب، بينما اكبر الداعشيين سي بيان لي ماروكان، اكبر نسبه تاع الداعشيين سي لي ماروكان. شوفوا كيفاه كل شيء ينصبوه لينا، اي سون اونتوري. على بالكم بمن هاد العياشه وهذا النظام هذا المخزني راهو بالوسائل بكل يضرب في الجزائر وفي الشعب الجزائري والتاريخ الجزائري في كلش مستعدين يديروا كل شيء، يسرقوا ينهبوا كل يوم. تشوفوا هذوك لي جورنو تاعهم كذب في الكذب، على بالك ما كانش حاجه صادقه، ما عندهمش الصدق. لي مالونات غاستخون توجور مالونات، وانتوما يا الجزائريين اللي عايشين سورتو في لاميريك في امريكا نورمالمون تردوا لهم بالصفه. شتو هو كيف انتج هذا الفيلم هذا وكيف حب يشوه الصوره تاع الجزائر، اردوا لهم. كاينين وسائل كبيره ومتعدده للرد على الناس هادو، شوفوا واش قاعدين يديروا. هادو ناس ضعاف، هما ضعاف، ليش تترهم محميين باسرائيل ام خارجين ليها تاي، بصح يقعدوا دائما ضعاف ضعاف، الشيء اللي ما يقدروش يحققوه على الارض إبارة يديروا الوسائل بكل به يحقوه في الخيال
في الخيال عبر الإعلام، عبر لي فيلم، عبر الأشرطة، عبر الوسائل بكل يحبوا يحقوه أترافير هاد الشيء، بينما على الأرض لا وجود له. لي مالونات غاستخو مالونات نورمالمون حنا يعني أنا نطلب من يعني فريمون نطلب من المنتجين تاعنا والسينمائيين تاعنا يديروا لنا ان غران فيلم ويسميوه لو طون دي مالونات. صدقوني انا من عندي كاش منتج ولا سينمائي ولا اللي عايش سورتو في لوروب ولا في لاميريك معليش ديروا لنا فيلم بلوتو فيلم سميوه لي مالونات، ديروه لنا هكذا، ردوا عليهم بهذه الطريقه. هادو ناس يعني سبحان الله الجنس هذا منين؟ ونبقى دائما نقول ما نقولش المراه الكعب الكل، نو انا على بالي بروحي واش كذا نهضر على العياشه، بويسك هاد العقليه هذه العقليه عيطوا العقليه العياشيه تاع العياشه هادو العياشه هادو هما لي مالونات. اما الشعب مسكين راهو مضرور ومنبود ومحكور وحتى الصفات اللي فيه راهي راجعه للحقره تاع النظام هذا. دو توت فاصون نقول لهم للجزائريين نتمنى فريمون فريمون يعني فريمون نتمنى من اي واحد في ميدان السينما يبقى يكون مبدع كما ابدع الاخر، ابدعوا بنفس الطريقه وديروا لنا فيلم علي مالونات، بيسك حنا نتوما كي ديروا لنا فيلم راكو حنديروا الوقائع، بينما هما الفيلم اللي داروا تاع الكذب والخيال الكذب والخيال. بصح حنا تقدروا ديروا بليزيوغ فيلم بيسك كل شيء تاعهم باين، يعني حنا ما حناش راحين نكذبوا عليهم، كل شيء راح يجي صادق. دونك على وجه ربي لي زالجيريان سورتو لي انتيليكتوال اللي تما لي سينياست ولا سميهم لي المخرجين والممثلين ولا يحاولوا كيفاه يديروا لنا فيلم مضحك. انا جو بريفير يكون مضحك يسميوه لي مالونات لي فوازي مالونات ولي مالونات. ومن اليوم ما نزيدش نقول لهم انا هكا على العياشه، جو بارل على جو بريسيز بيان سي العياشه، ما نقولش المراركه الاخرين، نو نو. الشعب هذاك مسكين لا علاقه، الشعب هذاك ويطلب في اللجوء للجزائر وراهم يخدموا عندنا دو توت فاسو يعلم بهم غير الله. وحاجه اخرى نزيد نقول يعني نتمنى يعني فريمون النظام تاعنا يغير حوايج هكا، ما نبقاوش البقره الحلوب. ستوب على الجزائر باه تبقى البقره الحلوب، ستوب. هذه هي اللي نتمناها، نغيروا شويه وما نبقاوش نمشيو بالعاطفه بزاف 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 بزاف، نو. بويسك في وقت في الاوقات تاعنا الصعبه احنا ما لقينا حتى واحد بكل صراحه. ستوب للعاطفه، عندنا اولوياتنا، اولويات الشعب تاعنا هي الاولى. هذه هي الجزائر الجديده، تكون لازم تكون عندها هذه النظره هذه. ستوب، خلينا المساعدات بصح الاولويه تاع سير الشعب الجزائري با بلوس. والجزائري لازم يعرف قدره تاني شويه وما يبقاش، لازم نعامله شويه بالمثل. هذه هي المهم نقول لكم الجزائريين الامنيه تاعي منتج او مخرج او ممثل او يحاولوا كيفاه يديروا لنا ان فيلم مضحك علي مالونات. المهم نخليكم على خير في الساعه هذه، نقول لكم سهره ممتعه وربي يجيب الشفاء لجميع مرضانا ويا رب يرفع علينا هذا الوباء يا رب. المهم هيا بقوا على خير وتصبحوا على خير ان شاء الله.